أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. اسمي زكريا، عمري 13 سنة، أدرس في مدرسة الشرفة. بدأت مسيرتي في الأذان، بدأت أجول ومن ثم خطر لي في بالي أن أؤذن، فبدأت أتعلم من حين إلى حين، وتعلمت على أذان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وصرت أؤذنه كما يؤذنه 100%. أشهد أن لا طمعت أن أكون مؤذنا إن شاء الله في مسجد الحرم المكي، في مسجد المدينة إن شاء الله تبارك وتعالى.